تبغى رأي. كيف انت تحفز الفريق؟ تبغى رأي في الموضوع. أيوة. الدنيا مفلوته من يده. انا خلني بعطيك رأي، سالتني وبعطيك رأي في الموضوع ابو الوران. مفلوته من يده، وانتم لاعبين كبار وعشرتم مدربين. اللاعب اذا ما حس، اللاعب البديل واللاعب الاساسي اذا ما حس بقوه شخصيه المدرب ما راح يعطي. طب فين دور الكباتن اللي في الفريق؟ مين الكابتن؟ رونالدو والكابتن، والكابتن اللي فين دوره؟ فين دوره؟ فين دورهم؟ يعني وش يعني انت خلي المدرب يعني على جنب. انا مدرب جالس يلعبني اساسي اساسي اساسي، بقول المدرب لا المدرب طيب حطني اساسي صح؟ خلاص وانا حطني اساسي خلاص، وانا غير جيد؟ لا مو غير جيد. انا ايش اقصد يا كابتن؟ حتى اللعيبه خليه لاعب افضل لعيبه عنده، صح ولا انا غلطان؟ يعني ما يحتاجوا دعم اللعيبه دول، سيب دعم الجمهور، ما يحتاجوا دعم من المدرب ومن الاداره. انت يعني الحلقة ما يحسوا، ما يحسوا بقيمة المباراة. يا محمد شوف لي النصر، اقولها يعني عادية، النصر ما في لا ادارة الان بعد الاستقالة، لا يوجد مدرب زي الناس، اللاعبين يعني الدنيا فالتة صراحة. أنا لكن أكسب. لما تجي انت وتتكلم عن النصر تقول كويس انه تعادل، لانه ما في احد. من اللي يدير النصر الان؟ من اللي يدير النصر؟ من اللي غير المدرب؟ هذه صارت من اللي هذا يعني ما هي أنا لازم في لجنة فنية هي اللي تقيم اللاعبين. أيوه. لجنة أنا ما بتقييم، أنا ما مجلس التنفيذي، أنا بتحفيز. هو قويدو. أيوه. يعني أنا الحين كله تحفيز للفريق. من اللي يحفز الفريق؟ هذا اللي أبغاه قويدو الحين أظن. ما في إلا هو. هذا اللي أبغاه. عنده اللي يبدل الحين. أنا مو بس أنزل ال 11 لاعب، أنا نزلتهم وسويت خطة واتمرنت وكل شيء. طيب هذول يحتاجوا دعم. انت يا فلان ولا ايش دوركم في الفريق؟ بس عشان تلعبوا وتعدوا بس؟ شوف لي احنا لاعبين ما تقاتلوا عشان الفريق؟ والله احنا لاعبين يا خالد. انت حين ما تشوف اداري تتكلم مع المدرب؟ ما تتكلم مع المدرب؟ شوف احنا كلاعبين ومرينا بالظروف هذه، اذا كان ما في اداره ومدرب مخليها تنعكس على جميع اللاعبين هذه، ترى هذا اللي يظهر المستوى هذا. لان الدنيا فالتة صراحه. هو اساس النادي، اساس النادي بالنسبه للاعبين المدرب اهم، لا اهم شخص في النادي المدرب. المدرب اذا ما كان ماسك الفريق والله لا اداره تقدر تدير ولا شيء. المدرب هو اللي يدير. المدرب ماشي له اسبوعين لا 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 انا اتكلم في، انا بتكلم بشكل عام، لانه انا كلاعب، انا كنت كلاعب ما يهمني لا رئيس النادي ولا يهمني اداره الفريق، يهمني مدرب الفريق. يعني 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 اذا صلح المدرب يصلح الفريق 100% 100% 100%. اداره الفريق، وهذه الناس لازم تعرفها، اداره الفريق للمدرب وليس للمدرب. وانا اتفق معاك. المشكله اللي كانت هي، واللي حسب ما سمعته وصلي، المشكله في كاسترو هي في اداره المجموعه. طيب جدا مع اللاعبين. لو ما الا طيب المدرب قاعد في مكتبه كاسترو، المدرب قاعد في مكتبه قبل التمرين صح؟ حلو. اللاعب بيجي قبل التمرين بساعتين، بساعة، بساعة ونص. من اللي بيدير غرفة الملابس؟ اللاعبين في إدارة كرة. لا 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 لا، غرفة الملابس يا محمد لما تجي تبدل وتقعد. أنا ضد إنه الإداري يدخل غرفة الملابس. اللاعبين حقيقة. اللاعبين يا محمد، هذه منطقة المفروض تكون فقط للاعبين والجهاز الفني. يا حسين يعني دائما احنا عارفين اللعيبه، نشوف الاداريين يدخلون عندنا يطلعون في مباريات او في التمارين. انت في مشكله بينك وبين اللاعب. لا لا لا، احنا نتكلم، احنا نتكلم مين يدير، مين يدير غرفه الملابس؟ اللعيبه. وانت عارف في مدربين حتى الخصم والتاخير يحط لاعبين هم اللي يخصموا، وهم أيوه. اللي والغرامات على الغرامات وتصرفوا بالمبالغ. يعني انا عشان اقفل الموضوع، الدنيا مفلوته في النصر بسبب المدرب ولا بسبب الرئيس التنفيذي اللي هو قويدو، ولا بسبب هيرو المدير الرياضي، ولا بسبب الاداره مجلس الاداره؟ انا اشوف انه مدرب الفريق بالنسبه للفريق، اداره الفريق مدرب. اللي قاعد يصير في النصر من برا، انا بتكلم في غرفه من غرفه الملابس للملعب، اذا صلحت هذه صلح كل شيء. كل شيء. طيب حسين.